ماما زمنها جايه جايه بعد شويه جايبه لعب وحاجات جايبه معاها شنطه فيها والزوبطه بتقول وك 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 عارف الواد اللي اسمه عادل جد دكتور وعمل له ايه لقى رجله كانوا زي الفتلة بص شوية جوه عينيه راح مديله حقنة كبيرة عارف اداله الحقنة ليه ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابه ضحكوا عليه وهو من يومها شرب وبيكبر واتربى له عضل في ايديه ماما زمنها جايه جايه بعد شويه جايبه لعب وحاجات جايبه معاها شنطه فيها والزوبطه بتقول وات 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 واحمد برضو ايده مربوطة ومامتو عارف ليه مخصمة كان بيحب تملي يلعب بالكبريت ويشيله معاه وفي يوم جاب كم عود ولعهم واخته بوسي كانت شايفاه راحت النار ملهل بايده لسه ايديه الاتنين وجعاه وهو من يومها لا بيتعفرط ولا بيشيل كبريت وياه ماما زمنها جايه جايه بعد شوية جايبة لعب وحاجات